السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة فنادق. محاضرتنا اليوم هي 20 وبعنوان أشكال الإعلان السياحي. مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة اليوم نكملكم عن أول شيء الإعلان السياحي اللي هو يعتبر من أهم وسائل الاتصال للسائح بالسائح من أجل أن نعرفه بالبرامج السياحية. وإذا نجي نعرف الإعلان السياحي نقول عليه هو جهود تلك الجهود غير شخصية اللي تعمل على التأثير في الوجدان وعواطف ومدركات السياحة وتوجيه سلوكهم السياحي. إذا الإعلان له دور كبير لتوجيه السياحي منطقة ما من خلال أنه نروج إلى وما يتوفر إلى من أمن واستقرار، وأن أهمية الإعلان تكون بكونه هو يزيد من الطلب على البرامج السياحية ويطول من فترة حياته ونعرفه بمهام زيادة الإقبال عليه. يمتاز الإعلام السياحي بعدة خصائص، منها أنه يكون هناك تجانس لرسالة الإعلان ومعادات وتقاليد المجتمع اللي تخاطبه، وأيضا يعتمد على حقائق وبيانات صادقة عن خدمات المقدمة دون مبالغة، وأيضا يعبر عن محفزات سياحية وعن عناصر جذب سياحي مثل التسهيلات مستوى الخدمة والمعالم السياحية. نجي إلى النوع الثاني اللي هو الدعاية السياحية اللي تعرف في مجال السياحة بأنه هي إدارة الاتصال المجانية وغير الشخصية لعرض السلع والخدمات والأفكار السياحية للجماهير المستهدفة بواسطة ثالثة أو جهة غير ذات مصلحة. وتحمل الدعاية السياحية التأثير بآراء واتجاهات ومواقف السياح من خلال التكرار وعرض الرأي بأنه هو حقيقي وخلق وتحديد وتوظيف العاطفة من خلال استخدام وسائل الإعلام السياحية مثل الكتيبات الصحف المطبوعات إلى آخره. النوع الثالث والأخير للعلاقات العامة اللي هي شكل مهم من أشكال الإعلام السياحي، لأن هي تجمع بين المهتمين بالسياحة داخل البلاد وخارجها، وأيضا تهدف لبناء دعاية سياحية قوية حتى تكون نواة للحملات السياحية. العلاقات العامة بالمجال السياحي لها أدوار مهمة وعديدة، ومن هاي الأدوار دراسة الاتجاهات العامة بالسوق السياسي المحلي والدولي، وأيضا الإحاطة بالتطورات اللي تحدث في مجال السياحة العالمية، وأيضا تمثل حلقة وصل بين الهيئات الرسمية وشركات الشركات السياحية في الداخل والخارج. طلبتنا الأعزاء، تم الآن انتهاء ملخص محاضرتنا، وراح نقوم بإرسالها بعد محاضرتنا حسب الجدول الأسبوعي ومن خلال تطبيق جوجل ميت، وشكراً.